كل سنة وحضراتكم بخير مرة تانية. والنهاردة طبعا يعني حلقة مميزة. بس قبل ما نبدأ معاكم حلقتنا النهاردة خلينا نصبح على منا اللي منورانا في الاستوديو. منا صباح الخير عليكي، كل سنة وانتي طيبة. كل سنة وانتي طيبة يا جوانا، وكل سنة وانت طيب يا حسام. احنا السؤال النهاردة ذكرياتك مع عيد الأضحى تحديدا، بس انا مش هسالك على ذكرياتك مع عيد الاضحى، انا هسالك على ذكرياتك مغامراتك الصباحية. من نص ساعه كده احكي لنا، بس عشان دي قصه مهمه جدا جدا، ويعني كلنا لازم ناخد منها عبره. مش كده برضو؟ فقولي لنا كده ذكرياتك من نص ساعه في العيد الكبير. هي القصه كلها ان احنا يعني ما عندناش عيد والحاجات دي، احنا النهارده يوم عمل عادي جدا خالص، فانا نازله في ميعادي عادي جدا خالص. أيوة. يعني على حدود الساعه 3 ونص كده صباحا علشان نوصل هنا الاستوديو. وعلى غير العادة أنا دايما ببقى متعودة إن مفيش حد خالص موجود في الميعاد ده. لقيت النهاردة عربيات كتير جدا والطريق زحمة، وقفت على الكوبري. يعني فجأة حسيت إن الساعة 12 الظهر مش الساعة 3 ونص. الشارع فاضي زي كل يوم الساعة 3 ونص، الناس نايمة. حتى أفكر كده الناس بتعمل إيه، أنتوا بتعملوا إيه هنا، ولا أنا اللي نازلة متأخر، ولا يا والله اتلخبطت. وخير اللهم اجعله خير، طلع عيد بعد ساعتين. عيد بقى كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة. كل سنة وكل مشاهدينا طيبين. خلينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال طقس أول أيام العيد. النهاردة الجو بيعايد علينا، ودرجات الحرارة هتكون منخفضة شوية صغيرة، وهيكون الجو حر رطب على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري. نسبة الرطوبة هتكون بين درجتين وأربع درجات، وهيكون في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء، وكمان في فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة هتكون 37 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 44 درجة، وأقل درجة حرارة هتكون في مطروح 31 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية بعد قليل، لكن خلينا على طول نروح لحسام والجمانة ونبتدي معاهم النهاردة فقراتنا وأخبارنا. اتفضل. شكرا جزيلا ليك يا منة.